سعيدين أنه نضع حجر الأساس في المصنع الخاص بالزجاج والحراريات، الشركة العامة للزجاج والحراريات، وبالتعاون مع اتحاد الشركات الروسية، وهو أول نشاط للاتحاد الروسي للدخول في هذا المجال. حجم الاستثمار لهذا المشروع قد يصل إلى 300 مليون دولار. أيضا سيكون له دور كبير وفاعل في تشغيل أيدي عاملة من أهالي المدينة والمحافظة الكريمة بشكل مباشر، قد تصل إلى 900 أو 1000 شخص، وبشكل أيضا غير مباشر من الخدمات الثانوية قد تصل إلى 1000 شخص ثاني. هذا راح يكون عامل مساعد في تطور المدينة وتغيير الشكل الصناعي لها إن شاء الله في المستقبل. نحن ماضون في إعادة ما يمكن إعادته خلال هذه الفترة إلى الحياة من مصانع ومعامل. نعم، ما نقوم به ليس بمستوى الطموح، لكن هنالك تحديات كبيرة، هنالك مشاكل كبيرة، الوقت ضيق. الشركات الروسية بشرف كبير تأخذ هذا المشروع وستقوم بتأهيل 7 مصانع لصنع الزجاج والسيراميك.